بونسوار. ابتداء من مساء الثلاثة انحسر تأثير الكتل الهوائية الحارة اللي سيطرت على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. بالنسبة لصورة الشمسية لموضوعها الشهر الأنتيك، اليوم صورتنا وصلتنا من سليم. هلأ رح انتقل لشوف كيف عم تكون الحرارة ببعض العواصم العربية وبرجع بكفي على طقس لبنان. رح بلش مع الرباط اللي عم توصل حرارة لل 25 درجة، 19 بتونس، 22 بالجزائر، بغداد 44 درجة، 31 بدمشق، 24 بالقدس، الكويت 45 درجة، الدوحة 40، وبختم مع الرياض 44 درجة. برجع على طقس لبنان. بالنسبة لبكرة الخميس طقسنا بين قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع استمرار الانخفاض بدرجات الحرارة بعد ما شهدنا ارتفاع كبير بالأيام الماضية. رح يكون في عنا احتمال لتساقط أمطار خفيفة بين ليل الخميس وفجر الجمعة. لبكرة على الساحل الحرارة عم تتراوح بين 18 وال 31، توصل أقصاها بالجبل ل 23، أما بالداخل ل 26 درجة. هلأ منروح على الخريطة اللبنانية ورح بلش من المناطق الشمالية. عكار 26 درجة، 27 بطرابلس، 26 بالكورة، 19 درجة بالأرز، الهرمل 27، 28 درجة بالقاع، 24 ببعلبك، 25 درجة برييق، جبال الحرارة عم توصل فيها لل 26 درجة، 21 بميروبة، 30 بجونية وبعبدة، بيروت كمان 30 درجة مع انخفاض بدرجات الحرارة لبكرة الخميس، زحلة 26، 27 بشتورة، 28 درجة بعنجر، 30 بمشغرة مع ضباب على المرتفعات، جزين 29، 26 برشية، 29 بمرج عيون وبنت جبال، بيت الدين 28 درجة، والمناطق الجنوبية صيدا، صور وقانا عم توصل الحرارة فيهم أقصاها لل 31 درجة. كيف رح يكفي طقس 3 أيام اللي جايين؟ لبكرة عنا انخفاض بدرجات الحرارة مع طقس قليل الغيوم. الحرارة لبكرة عم تتراوح بين ال 20 وال 30، بتستقر الجمعة على 30 درجة، أما السبت بتنخفض لتوصل أقصاها لل 26 درجة. الحرارة بمنطقة الأرز عم تتراوح بين 12 و19 درجة. لهون بتخلص النشرة الجوية. بعتولنا صوركن على إنستغرام وعلى فيوتشر تي في أبليكيشن، وأنا بشوفكن بغير نهار وبغير طقس، بس أكيد بنفس الوقت.